أنا حلمت امبارح أنا مطلقة، وطبعا طليق تزوج. فأحلمت امبارح إن كأن أكرمك الله نزلت علي الدورة، وكأن لما نزلت علي الدورة مسكت شيء كأنه معبى أكرمك الله دم مربوط في كيسة، في أشياء كقماش كحرزة هذا، وكأني مشيت به لبيت طليقي. بيت طليقي كان عليه دورين، كان مزوج بالأبيض جديد، مش نفس الحوش بتاع طليقي اللي في الحقيقة، بس في الحلم هيك كأنني خديت خشيت الحوش الأرضي، ولما خشيت الحوش الأرضي كأني لقيت طليقي فيه. فقعدت نحكي معه كأنه سبحان الله بقدرة قادر رجعني. كيف رجعني الله أعلم. ركبت أنا للدور الثاني، قلت خلينا نشوف شن فيه في الدور الثاني. في الوسط في الاستراحة متاع الدرج المربع، لقيت كأنه مسكر بباب بسيط متاع اللي يدور فيه الحماية للأطفال. ففتحته، لما فتحته الباب هذا انفصل على اثنين. ركبت بقية الدرج، لقيت الباب مسكر متاع الدور الثاني. فنزلت مع الدرج، كنت خايفة بس وصلت بسلام تحت، وكأني سبحان الله طريقي رجعني. وكأني أنا مستغربة كيف رجعني، يعني انت بتقولي هيك ان هو الان فجأة. اتجوز، انت بتقولي الان اتجوزوا هو اتجوز طبعا، كويس، اتجوزوا برضه عافانا الله مريض كانسر. سلم يا رب سلم. اللهم آمين يا رب. لكن هو لو طلب منك ان انت ترجعي له ترضي؟ أكيد نرضى، هو أني نسمع في الناس أنه يقولوا بيرجعني، لكن ما وصلش عندي شيء الحق يعني. طيب بصي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، نعم عشان دي امانه شرعيه. انت لما بتقولي لي رؤيه دي أمانة شرعية، أنا هتسأل عليها أمام الله يوم القيامة. بص، أنت هيجيلك فرج من الله، يا رب يا رب الحيض في الرؤية فرج، يا رب. ولربما إنه زواج وإنجاب كمان، تمام؟ ده إذا كنت أنت في سن الإنجاب، لأن ربنا بيقول فضحكت فبشرناها بإسحاق. المهم إن أنت في فرج في حياتك، لكن حمل دم الحيض في كيسة في شيء حرام، ده شيء حرام، لأن ربنا عز وجل بيقول حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم زي في شنو الرؤية، يعني؟ الدم في الرؤية حاجة حرام. شوفي، أنا كل اللي أنا واقع في صدري إن ممكن الشيطان يوسوس لك، اعملي له حاجة عشان يرجعك. خدي بالك، خدي بالك من كلامي، ممكن الشيطان يوسوس ليكي، اعملي له حاجة بالمحبة عشان يرجعك. لكن مما لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفث بين عقدتين فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، والساحر حده السيف. لكن انت الرؤيه بتاعتك بتقول ان انت ان شاء الله هترجعي، وفتحك للغرفه اللي في الدور الثاني لعلك ترجعي زوجه تانية، وان تستفتحوا لا هي مش فقد غرفة، جاءكم الفتح. هي مش غرفة، هو في الاستراحة كأنه باب الفصل اللي يعملوا فيه تمام. للأطفال الحماية، فتحته وانفتح الباب على اثنين تاني. جميل، الباب كأنه الفتح في الرؤية جميل، منقطعتين هذوكم انفتحوا. الفتح في الرؤية جميل جدا، وان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لعلك ان انت بتدعي ربنا وربنا هيقبل منك الدعاء. فده فتح من الله لك، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يا رب يا رب، هل فيه جزاكم الله خير رجوع؟ يا ست الكل، ربنا يبارك في عمرك. آمين.